السلام عليكم. فيريرا رئيسا لنادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور يحافظ على الكنز الكبير في نادي الزمالك. مفاجأة وانفراد وضربة موجعة من المستشار مرتضى منصور لكهربا والأهلي والخطيب، كارثة تحدث داخل النادي الأهلي والزمالك يؤمن مستقبله. فضيحة الدكتور سيد عبد الحفيظ، مفاجأة إمام عاشور، خبر سعيد جدا 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 لجماهير نادي الزمالك، وصدمة أشرف بن شرقي، شوبير يهاجم صديق العمر، ومرتضى منصور يوجه ضربة موجعة للأهلي بخصوص غرامة أبو كهارب، وأمير مرتضى يكشف المستور عنه في صفقات نادي الزمالك. خليكم معنا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش وصفحة بعد الماتش. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو. تعالوا بقى بينا نبدأ بالدكتور، دكتور سيد عبد الحفيظ. الراجل يعني بسم الله ما شاء الله، الدكتور سيد عبد الحفيظ وده لقبه معايا من دلوقتي، هقول له يا دكتور سيد. دكتور سيد عبد الحفيظ، نمنا وصحينا لقينا الدكتور سيد عبد الحفيظ بيتكرم بيتكرم بيتكرم. عمل ايه؟ ما عملش حاجة خالص، بس هما جابوه من البيت، صحوه ولبسوه نزلوه. في ايه؟ انا رايح فين؟ رايح تتكرم. راح اتكرم بسبب ايه؟ مالكش فيها ابو السيد، انت هتتكرم وخلاص. بصينا لقينا سيد عبد الحفيظ بيتكرم بلقب الدكتوراه الفخريه، بمناسبه ان هو افضل مدير كوره. افضل مدير كوره في ايه؟ ده راجل ممكن تكرموه ان هو افضل واحد بينط على كتاف الحكام، ان هو افضل واحد بيدخل الفار، دكتور في النط على الحكام، دكتور في دخول غرفه الفار اللي محدش بيخشها يعني بيخشها اصلا. ولكن سيد عبد الحفيظ اصبح دكتور، فده بالنسبه للدكتور سيد عبد الحفيظ. وكلنا استغربنا الخبر لغايه ما موقع القاهره 24 يعني كشف المستور وقال لنا ايه حكايه الدكتور سيد عبد الحفيظ. قال مفاجاه صادمه عن منح السيد عبد الحفيظ الدكتوراه الفخريه، يعني مش اي دكتوراه كمان. الله عليك ابو السيد، او الله عليك يا دكتور سيد، انا اسف. بيقول بقى ايه موقع القاهره 24؟ بيقول الاهلي اعلن منح جامعه ديلفورد الامريكيه الدكتوراه الفخريه لسعيد عبد الحفيظ. الخبر قوبل بالتشكيك من قبل جماهير الانديه الاخرى، اللي هو احنا وانتم عارفين احنا جمهور يعني ما نتوصاش يعني. الجامعة تمتلك موقعا الكترونيا يخاطب الناطقين باللغة العربية، الجامعة ضمن شبكات واسعة من الجامعات الوهمية على الانترنت. يا لهو يا ابو السيد، او يا لهو يا دكتور سعيد، ضحكوا عليك. ليس هناك شخصيات شهيرة اعلنت حصولها على مثل هذه الشهادة. ازاي بقى؟ ده سيد عبد الحفيظ بنفسه ده اكبر شخص يعني شخصية شهيرة يعني حصل على البتاع اللي هي البتنجان الفخرية دي. المهم، فبيقول ايه موقع القاهره 24؟ بيقول الجامعه ليست مدرجه في سجلات الجامعات الامريكيه. كمان ايه يا ابو السيد اللي انت بتعمله ده؟ الجامعه واجهت اتهامات بالنصب خلال الثلاثه اشهر الاخيره، وتكلفه اصدار الشهاده من الجامعه تصل ل $100 اضافيه على رسومها. يعني هل بقى ال $100 دول، هل سيد مثلا اشترى الدكتوراه، ولا الشهاده اللي ادوها لسيد دي هم بيبيعوها $100؟ انا مش عارف والله العظيم القصة دي ايه. انا نمت وصحيت لقيت سيد عبد الحفيظ بقى دكتور، والقصة كلها ان ده مركز دورات بيعمل دعاية على حساب سيد عبد الحفيظ وبيستغل اسم وشهرة سيد عبد الحفيظ. فيا ابو السيد ما بعد كده يا ابو السيد ما تخليش حد يضحك عليك عشان ما تضحكش حد علينا بره يا ابو السيد. تمام تمام. حتى في ناس طلعت قالت اني عاوزين يقدموا بلاغ ضد سيد عبد الحفيظ ان هو بينتحل صفة دكتور. لا انا طبعا ارفض كل الكلام ده، ولا بلاغ ولا حاجة. هو سيد فعلا دكتور، وسيد فعلا مع الدكتوراه الفخرية، وانا من النهاردة هسميه دكتور سيد عبد الحفيظ. طيب ده بالنسبة لي دكتور سيد عبد الحفيظ. الحاجة التانية بقى اللي انا عاوز اتكلم فيها، وهي الكابتن هناء حمزة اللي مشكلتها تفجرت بسبب بنتها. القصة وما فيها ان بنت الكابتن هناء حمزة مضت للنادي الاهلي، وهي ابنة النادي الاهلي، مضت على بياض.
اتفقوا شفويا على بنود. بصت في العقد ما لقيتش البنود دي موجودة، لقيت بنود تانية خالص. راحت سايبة الاهلي وراحت نادي الزمالك، مضت بقى العقد مع نادي الزمالك وتعمل لها عقد محترم وقصة انتهت على كده. انما الاهلي مش عاوز يسكت، والكابتن هناء حمزة بترد على النادي الاهلي، حتى كانوا طالعين امبارح مع هاني حتحوت. هاني حتى حتحوت بيقول بيسأل البنت، بيقول لها اهلا بيك يا كابتن مريم، اللي هي مريم مصطفى بنت الكابتن هناء حمزة. فهاني حتحط بيقول لها اقول لعيبة الاهلي ولا لعيبة الزمالك؟ فردت مريم قالت له ان شاء الله لعيبة نادي الزمالك، واتمنى ان المسؤولين يسمحوا لي ان اكون لاعبة نادي الزمالك. حتى الكابتن هناء حمزة شنت هجوم فظيع على النادي الاهلي وقالت كلام تعالى اقراه لكم. قالت ابنتي لاعبة دولية والافضل في مركزها، ورغم ذلك الجهاز الفني للاهلي كان فارمها، يا خبر ابيض، وجعلوها تخرج اعارة لنادي الصيد. ما يحدث ظلم بين، لازم الاهلي يكسب سواء بالظلم او بالعافية او بالبلطجة، يا خبر ابيض. حتى انت الكلام ده وصل لك يا كابتن هناء؟ وما المشكلة في انتقال ابنتي للزمالك؟ هذه رغبة اللاعبة، ونحن في عصر انتقال، وهناك الكثيرين انتقلوا بين الناديين. وقالت كمان موقفي حرج لاني نائب رئيس اتحاد الطائرة ولا استطيع الدفاع عن ابنتي، وتنحيت بالكامل عن القضية في الاتحاد وتركتهم ليأخذوا القرار الذي يرضي ضميرهم، لكن الاهلي يمارس ضغوطا كبيرة لمنع انتقال ابنتي للزمالك. وقالت عاوزين يفرموا بنتي ويجمدوها كما حدث مع عبد الله السعيد، لقد وقعت عقدا سليما 100% مع نادي الزمالك. وقالت عقد ابنتي مع الاهلي جعلوها توقع على بياض زي ما انا لسه قايل لكم، لتاخذ بقيه مستحقاتها لم تحصل عليها، وهم استغلوا ذلك الورق وارسلوه لاتحاد الطائره بصفته عقد تجديد لكنه عقد مزور، ان هي مضت وهم حطوا البنود اللي على مزاجهم، وضعوا فيه شرطا جزائيا يبلغ 3 ملايين جنيه، رغم ان اقصى ما تتقاضاه هو 300 الف جنيه سنويا من الاساس. يعني البنت بتاخد 300 الف في السنه، هم حطوا حوالي 3 مليون جنيه شرط جزائي. واتكلمت بقى الكابتن هناء عن ابن يعني جوز بنت الكابتن الخطيب اسامه حسني اللي شغال في القناه ب 200 الف جنيه، واتكلمت على سين وعلى صاد. وبصراحه الكابتن هناء حمزه يعني فاض بيها الكيل والله يكون في عونها. وكمان ابنها كان عضو في القايمه بتاعه الكابتن محمود طاهر، وده اللي مجلس الاهلي مش قادر ينساه، بيعادي الجميع لمجرد انهم كانوا معاه في الانتخابات. طيب تعال بقى ناخد خبر كده على السريع، وخبر مهم جدا جدا جدا. الزمالك خلاص اليومين دول بصدد تعديل عقد امام عاشور. امام عاشور اصبح من اهم لاعبي الزمالك ومن اهم اللعيبه في منتخب مصر، والزمالك اقترب بالفعل من تعديل عقد امام عاشور عشان ياخد عقد يستحقوا، لان مستوى امام عاشور اختلف تماما الفتره الاخيره. عاوز اقول لك ان صدمه اشرف بن شرقي، كل جماهير نادي الزمالك زعلانه بسبب الاصابه اللي تعرض ليها اشرف بن شرقي لما كان بيلعب في كاس الامارات، وتم استبداله في الدقيقه 77 عشان يخرج اشرف بن شرقي مصاب، وان شاء الله باذن الله تكون اصابه خفيفه. الكابتن احمد شوبير بيستغل طبعا قناه اون تايم سبورت لأغراضه الشخصية، وكلنا عارفين هذا الكلام، وللأسف مفيش حد قادر يوقف اللي بيحصل ده. شوبير امبارح هاجم كابتن جمال عبد الحميد يعني بمناسبة ان الكابتن جمال اتكلم على فريرة، وكلنا طبعا غلطنا الكابتن جمال انه بيتكلم على فريرة، ولكن الكابتن شوبير لما هاجم الكابتن جمال عبد الحميد قال للكابتن جمال عبد الحميد جملة غريبة، قال له انت مالك، انت يعني ليه بتتكلم في الفنيات وفريرة ما حدش اتكلم عليه في الفنيات، انت مالك بتتكلم ليه في الفنيات؟ اولا الظاهر الكلام صح، الكابتن جمال عبد الحميد من المفترض انه ما يتكلمش في الفنيات، وفريرة موجود وبالاخص انه عضو مجلس ادارة وبيتحدث بلسان مجلس ادارة نادي الزمالك، او بيفهم ان هو بيتحدث باسم مجلس ادارة نادي الزمالك، انما ده مش لسان حال مجلس ادارة نادي الزمالك، ده لسان الكابتن جمال عبد الحميد بس. ولكن المشكلة الكابتن جمال انه هو عضو مجلس ادارة. فالكابتن جمال عبد الحميد الكابتن شوبير قال له الكلام ده، وقعد يقول له انت مالك. وانا عاوز اقول للكابتن شوبير حضرتك بقى اللي مالك، طب الكابتن جمال قال صح قال غلط، هو عضو مجلس اداره وبيتكلم على ناديه وبيقول رايه
وكان نجم كبير في ناديه وكابتن مصر في كاس العالم ونجم منتخب مصر، حتى لو الكلام غلط بس حقه انه يتكلم. انت بقى كابتن شوبير انت اللي مالك، انت عامل زي ما يكون داخل لواحد شقته وبتقول له يلا اطلع بره اخرج يلا بره شقتك يلا يلا اخرج بره شقتك. فكابتن شوبير بصراحه غريب وعجيب وبيعمل حاجات غريبه يعني لا تليق باعلامي يمتلك الموهبه زي الكابتن احمد شوبير. كولر بيصدم الاهلي في رحيل ميسي، يعني كولر مش عاوز ميسي اللي لسه جاي بفلوس او مش بفلوس، يعني جاي مقابل لعيبه والكلام ده، ولكن برضو ما هي اللعيبه في الاخر ما هي اصول يعني فلوس. فكولر قال لهم انا مش عاوز ميسي، ميسي يطلع اعاره في اي مكان في يناير القادم وانا مش محتاج ميسي معايا. فطبعا الكلام ده حاجه يعني هو ده الاهلي، التخبط، بيجيبوا لعيبه وبيمشوها بالملايين وبيمشوها بالملاليم، ويعني اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده ومش عاوزين نتكلم فيه اكتر من كده. تعال بقى برضو ندخل على الموضوع اللي هو هم مش عاوزين يصدقوا ولكن دي الحقيقه. مستر سافيو كان عنده تحقيق في الاتحاد البوليفي، كلنا طبعا عرفنا انه كان عنده تحقيق وكان المفروض يروح، فقالوا له خلاص عشان المسافه واللي عندك ماتشات والكلام ده كله خلاص نعمل زوم ميتنج. الباشا ما حضرش الزوم ميتنج ورفض انه هو يحضر، وفي اتجاه قوي جدا دلوقتي داخل الاتحاد البوليفي لمعاقبه سافيو من 6 شهور لسنه، وبعد ما يخلصوا العقوبه مش هيعرفوا ينفذوها هيبعتوا للفيفا بالواقع ان لعيب ضرب حكم بالروسية وقال له كلام واتقال له الفاظ وكلام من هذا القبيل، والاتحاد الفيفا هي اللي تحكم بقى توقف اللعيب في مصر. وده المقلب اللي الاهلي شربه، وبالشفة المقلب الكبير للنادي الاهلي، واللعيب معرض للايقاف من 6 شهور الى عام. عايز اقول لك ان الزمالك بدا يامن مستقبله، والزمالك بدا يفكر في مستقبله بشكل كبير جدا، وده اللي عاجبني في اداره نادي الزمالك انها ماشيه بعقل وماشيه بشويش، وفي نفس الوقت بتبص للمستقبل ما بتبصش تحت رجليها. وده اللي خلانا اليومين اللي فات نقول لكم ان حسام اشرف جدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات، وعاوز اقول لكم ان فريرا مقتنع بامكانيات حسام اشرف، وممكن على مدار الموسم نشوف حسام اشرف واخد عدد من الدقائق والمباريات، يعني فريرا مقتنع بيه جدا يعني حسام اشرف. وكمان بقى الزمالك مدد تعاقد نيمار وحسام عبد المجيد 2 سنين عشان ينتهوا في 2026، واكيد مع التمديد ده بيبقى فيه تعديل للعقود. اللعيب محتاج انه خلاص بقى لعيب اساسي، لازم ما يحسش ان هو اقل من زميله، وده اللي المستشار مرتضى منصور والاستاذ امير ده سر النجاح انهم بيضعوا العدل، وانا الكلام ده قلته على قناه نادي الزمالك، قلت من ميزه المستشار مرتضى منصور لما رجع هو والاستاذ امير هم عملوا العدل واقاموا العدل في نادي الزمالك، والعدل ده هو اللي بيخلي اللعيب ما يحسش ان هو مظلوم ويؤدي في الملعب وما يبصش وما يغيرش من زميله اللي بيلعب جنبه. فالزمالك بيؤمن مستقبله في تمديد التعاقد مع نادي الزمالك حتى عام 2026. الونش بيواصل الغياب عن نادي الزمالك، الونش عنده إصابة في العضلة الأمامية، وفريرا فضل يريحه عشان يكون الونش جاهز لمباراة السوبر وأول مباراة في الدوري. فالونش مش هتلاقيه موجود زي المباراة اللي فاتت، وهيريح الونش هذه المباراة. فريرا رئيسا لنادي الزمالك، يا عم ما المستشار مرتضى منصور موجود. فريرا امبارح كان في فيديو جميل قوي، فيديو بيعكس قد ايه ذكاء المستشار مرتضى منصور وحرصه على نادي الزمالك وحرصه انه يكون هو الكبير. انت عارف الكبير دايما هو اللي بيلم، هو اللي لو في مشكله بيحوط عليها. الكبير بقى بتاع نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور راح التدريب امبارح بتاع نادي الزمالك قابل فريرا، وكان في حوار ما بينهم، حوار جانبي دمه خفيف قوي. المستشار مرتضى منصور بيقول لفريرا دلوقتي انت الجمهور بيحبك اكتر مني، وطبعا احنا كجمهور نادي الزمالك احنا بنعشق المستشار مرتضى منصور والبروفيسور وكل في مجاله، هو بروف مستشار، بروف في الاداره، وفريرا بروف في الملعب. فالمستشار مرتضى منصور بيقول للبروفيسور، بيقول له الجمهور بيحبك اكتر مني دلوقتي، واحنا حاطين لك يافطه هناك فهنعمل لك عضويه وانت تبقى رئيس نادي الزمالك. رد هذا الرجل الذكي
وقال للمستشار كلمة هي حقيقية، بس في نفس الوقت يعني بيستميل المستشار في صفه. فيريرا رد على المستشار قال له لا، ما ينفعش، النادي فيه مشاكل كبيرة جدا جدا، ولا يستطيع حل هذه المشاكل إلا شخص واحد اسمه مرتضى منصور. فالمستشار مرتضى منصور بقى راح رادد عليه قال له طب حد مزعلك؟ طب امير مزعلك؟ هل امير جود ولا فيري جود؟ رد فيريرا قال له امير از فيري جود، امير فيري جود. وكررها مرتين، والمترجم بقى قال اللي يعني فيريرا بيكلم المستشار، المترجم قال ان فيريرا بيقول على امير مرتضى منصور، فيريرا بقى له 49 سنه شغال في التدريب، بيقول من افضل الاداريين ومديرين ومشرفي الكوره اللي اتعاملت معاهم في تاريخي. تخيل الراجل ده بخبرته بتاريخه لف العالم، حقق نجاحات مدويه، وبيقول ان امير مرتضى منصور على مدار 49 عام هي الفتره بتاعت شغله، انه ما قابلش حد زي امير مرتضى منصور، وان امير من افضل الاداريين والمشرفين اللي اشتغل معاهم. ودي حاجه كويسه جدا توريك قد ايه قيمه امير مرتضى منصور ودوره المهم جدا 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 في نادي الزمالك. فطبعا فريرة هو رئيس نادي الزمالك في الملعب، ولكن المستشار مرتضى منصور ربنا يديله الصحه هو رئيس بقى نادي الزمالك في كل الالعاب. طيب تعالى بقى بينا ندخل على موضوع تاني. يوم السبت ان شاء الله باذن الله في مؤتمر صحفي هيتم عامله امير مرتضى منصور، هيتم تقديم جميع الصفقات فيه. وحتى الان عمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف حسن، الثلاثه دول لم يعني ما نزلوش تدريبات نادي الزمالك. في كلام طلع امبارح ان عمرو السيسي راح كده بسيط من حوالين الملعب، انما ما نزلش التقسيمه. فليه الكلام ده؟ وليه ومش المستشار بقى، ليه فريرة ما نزلش عمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف حسن الملعب؟ فريرة عنده ماتش مهم، ماتش العوده بتاع فلامبو، ففريرة عاوز يحافظ على المجموعه اللي هتلعب المباراه، مش عاوز يشتتهم ويدخل عليهم لعيبه جداد مش هيشاركوا، فده ممكن يعمل لهم نوع من انواع التشتيت ويفقدهم التركيز. ففريرة حب ان هو يريح مصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ويدخلهم يوم السبت ان شاء الله، المباراه يوم الجمعه، يدخلهم يوم السبت ان شاء الله اللي هو نفس اليوم اللي هيتقدم فيه الصفقات، وامير مرتضى منصور هيتكلم اعتقد كلام مهم جدا 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 في هذا الشأن. طيب بما اننا مع امير مرتضى منصور، عاوز اقول لك يعني امير امبارح طلع بتصريحات قويه. امير مرتضى منصور لما بيتكلم لازم تسمعه، امير مرتضى منصور شاب متعلم مثقف متحدث لبق. امير مرتضى منصور امبارح طلع تصريحات قال ان المسؤوليه كبيره على اللعيبه الجداد. شوف بقى امير بيتكلم ازاي على اللعيبه الجديده، وشوف الرسائل اللي امير مرتضى منصور بعتها للعيبة الجديدة. بيقول أمير إن المسؤولية كبيرة على اللعيبة الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترة المقبلة، وقال إن اللعيبة الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل. شوف أمير بيدعم لعيبته القدامى إزاي، هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، وبناء عليه أصبح عليهم دورا كبيرا في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق. يعني أمير مرتضى عاوز يقول لهم، والكلام ده أنا قلت لكم قبل كده، أمير عاوز يقول للصفقات الجديدة أنت داخل على فريق بطل، فأنت هتتعب عشان تدخل التشكيل الأساسي. فأمير قال عليهم دورا كبيرا في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق. وأشار أمير مرتضى أن الزمالك عمل شقين خلال التدعيمات، وده بقى كلام مهم جدا في الانتقالات الصيفية. الشق الاول وهو حاجه الزمالك لسد احتياجاته بعد موقف ايقاف القيد السابق، ان الزمالك جاب احتياجاته بعد ايقاف القيد. والشق الثاني هو تعويض اللعيبه اللي خرجوا ورحلوا عن الفريق، وكان لابد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا وظهروا مع الفريق بشكل مميز. وشدد امير على ان كل اللعيبه الجدد انضموا للفريق وفقا للرؤيه الفنيه والطلبات الخاصه للبرتغالي فيريرا بعد متابعه لفتره طويله. عاوز يقول لك ان كل الصفقات اللي جت محدش وافق عليها ولا حد جابها الا البروفيسور، ودي حقيقه فعلا. وقال امير ان كانت هناك اولويات للتعاقدات هذه الفتره، وكان من الممكن تاجيل بعض الصفقات ليناير، ولكن على اي حال وفرنا كافه الاحتياجات
الخاصة بالفريق الآن. دي كانت تصريحات مهمة جدا من أمير مرتضى منصور، وادى أكتر من رسالة. الرسالة الأولى إني مش أي حد هيلعب أساسي مع نادي الزمالك، حتى لو أنت جاي نجم وصفقة نجمة، الناس يعني الناس كلها بتتكلم عليك يا عم النجم، هتتعب على عشان تدخل التشكيل بتاع نادي الزمالك. والرسالة التانية قال إن إحنا كنا ممكن ما نجيبش كل اللعيبة دلوقتي ونجيب جزء دلوقتي وجزء في يناير، ولكن إحنا جبنا كله دلوقتي. ده برضه يوريك إن الزمالك بسم الله ما شاء الله خلص القصة بتاعته بدري بدري، وفنار ممكن يقزقز كده لو في لعيب ولا حاجة ظهر بشكل جديد. ولكن دي كانت تصريحات أمير مرتضى منصور، إني وكلنا عارفين الكلام ده محدش هيدخل تشكيل فريرة بسهولة. مصطفى شلبي ما زال يسبب حرقان للنادي الأهلي، والنادي الأهلي حزانة على مصطفى شلبي، وبيتم طبعا اتهام الاستاذ ايمن الشريعي، يعني اللي كان ليه تصريحات غير موفقه، بيتم اتهامه انه بيجي من نادي الزمالك، وان الاستاذ ايمن الشريعي يعني مش عايز اقول مش حابب النادي الاهلي، ولكن مش عاوز يدي لعيب الاهلي. اللي حصل والحزن الشديد اللي في الاهلي ان الكابتن ايمن الشريعي او الاستاذ ايمن الشريعي، الكابتن الخطيب تواصل معاه مباشره تليفونيا وقال له عاوزين مصطفى شلبي. فالاستاذ ايمن الشريعي قال للكابتن الخطيب 30 مليون وصلوا ل 25، الخطيب كان عاوز يدفع 12 مليون بس، يعني استنادا لرغبه بقى اللاعب. وانتوا عارفين الاهلي بيخلي اللعيب يتمرد على النادي ازاي عشان يزهق ناديه، فالاهلي ياخد اللعيب بالسعر اللي هو عاوزه، سياسه عارفينها من زمان مع النادي الاهلي. تمام. طيب الطالع والناس اللي بتطلع تتكلم والناس اللي بيطلعوا يكذبوا على جماهير الاهلي، اصل ايمن الشريعي زملكاوي، اصل امبي عاوز يدي اللعيب للزمالك، كل هذا الكلام كذب. الحقيقه ان امبي شركه حكوميه بتتبع لوزاره البترول، وفي ميزانيات وفي مال عام. هل من المعقول ان الاهلي يقدم عرض ب 12 مليون وامبي رفض؟ الوقت ده الزمالك ما كانش داخل في الصفقة، كان الاهلي لوحده، واللعيب كانت رغبته انه يروح الاهلي. ليه؟ انا بكلمك بصراحة، لان ما كانش فيه زمالك، كان فيه الاهلي بس. فالقصة وقفت، الخطيب عاوز يدفع 12 مليون، والاستاذ ايمن الشريعي عاوز يدفع او عاوز ياخد 25 مليون جنيه في اللاعب، فالصفقة وقفت. دخل بعد كده نادي الزمالك ونادي المصري، وكان اللعيب قدام الزمالك والمصري. الزمالك قال لي امبي انا هدفع لك رقم قريب من ال 25، هنخليها 22، طب خليها 20، طب خليها 18، واديك احمد عيد. الديل مشي واللعيب اختار نادي الزمالك لما جاله نادي الزمالك، لان اي لعيب اهلاوي زملكاوي مهما كان انتمائه هو عايز يلعب اهلي او زمالك. يعني انت لو زملكاوي وجالك فرصه انك تروح النادي الاهلي وتاخد فلوس حلوه وتدخل منتخب مصر، اكيد. وفي لعيبه كتير اهلاويه وفي لعيبه كتير زملكاويه، يعني لعبوا هنا ولعبوا هنا. ياسر ابراهيم ده زملكاوي ابن نادي الزمالك، ومحمد بركات ما هو زملكاوي، محمد شريف وعيلته كلها ما هو زملكاويه. فالقصه مش اهلي وزمالك، القصه مصلحتي فين. فمصطفى شلبي بعد انسحاب الاهلي دخل نادي الزمالك ودخل المصري، ولكن رغبه اللعيب رجحت الكفه بتاعت نادي الزمالك، والزمالك اخده بسعر كويس، ما كانش ينفع امبي يقلل السعر عن كده عشان ده مال عام. اللي مزعلهم ان الكابتن الخطيب بنفسه، دي الصفقة الوحيدة اللي الخطيب اتكلم فيها بنفسه، كان كل الصفقات بيبعت امير توفيق، انما دي الصفقة الوحيدة اللي الخطيب اتكلم فيها بنفسه وفشلت هذه الصفقة. وبيتهموا الاستاذ ايمن الشريعي انه طفش اللاعب من الاهلي، طبعا عشان يداروا على خيبتهم وعشان يداروا على فشلهم وعشان يداروا ان هم الميركاتو اللي زي الزفت اللي اتعمل السنه دي في النادي الاهلي ده، كله عاوزين يداروا عليه عشان خاطر يعني زي عارف كده ايه المثل اللي بيقول لك ايه، انت بتكنس يعني تحت السجاده. هم بيعملوا كده، هم بيداروا. طيب ده بالنسبه لمصطفى شلبي. عندك بقى تامر النحاس وكيله اتكلم كلام مهم جدا جدا، وقال ان مصطفى شلبي، ان اقول لكم بالظبط تصريحات الاستاذ تامر النحاس. قال مصطفى شلبي راح الزمالك بسبب رغبه اللاعب نفسه، رغم ان المصري كان قريب للغايه من ضمه. واضاف اللاعب دائما ينظر لانديه القمه، ومن الصعب يتم رفض الاهلي او الزمالك.
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صنع الكثير من اجل ضم شلبي، وخاصه ان ايمن الشريعي رئيس نادي انبي صعب في التفاوض، ولكن الصفقه تمت بنجاح. واضاف: انا وكيل مصطفى شلبي وانا لا اتفاوض مع ناديين، وكان الاهلي الاقرب في البدايه. نفس الكلام اللي انا بقوله لكم، وكان الاهلي اقرب في البدايه، وانبي طلب من الاحمر 30 مليون جنيه وكان الامر صعب جدا، الى ان وضع الاهلي 12 مليون جنيه، ولكن انبي تمسك بالمبلغ المطلوب في اللعيب. وقال كمان ان يعني تم التفاوض مع نادي الزمالك بعد دخوله المفاوضات، وفي النهايه تم حسم الامر بين الطرفين، وتحدثت مع اللاعب وخيرته بين انتظار الاهلي حتى يناير. ده تامر النحاس بقى بيقول لمصطفى شلبي: تستنى الاهلي ليناير ولا تروح نادي الزمالك دلوقتي؟ مصطفى شلبي اختار انه يروح نادي الزمالك دلوقتي. دي قصة مصطفى شلبي من وكيل اعماله. يعني اتمنى نبطل هبد، واتمنى نبطل كذب، واتمنى نبطل نلعب على مشاعر الجماهير الغلبانة اللي بتصدق اي حاجة. عندكم جماهير بتصدق اي حاجة، دي حاجة ترجع لكم، ولكن دي الحقيقة وده الكلام اللي حصل. وفي الاخر سواء بقى مصطفى شلبي اهلاوي زملكاوي محلاوي اسماعيلاوي، اللاعب لبس تيشيرت نادي الزمالك واصبح لاعب في نادي الزمالك، وهيموت نفسه عشان مصلحته، ومش هيضر نفسه لمجرد انه بس بيشجع الاهلي، لا هيموت نفسه وعايز يبقى اساسي في الزمالك، وعاوز يبقى منتخب مصر كمان عن طريق بوابة نادي الزمالك. فمصطفى شلبي اعتقد القصة بتاعته انتهت، ولكن الكلام اللي بيحصل من هنا ومن هنا ما هو الا التهابات عند البعض في اماكن ما. الزمالك بيعمل حاجة حلوة، او الزمالك بيقترب من عقد رعاية وبث فضائي تاريخي، ورقم قوي جدا جدا جدا، بيقود هذه المفاوضات المستشار مرتضى منصور بنفسه، والزمالك ان شاء الله مش هيقل عن رقم الاهلي. يعني هو صعب يزيد طبعا، ولكن اتوقع ان الرقم هيقف عند رقم النادي الاهلي. الموضوع وقف لغايه كده وبس؟ لا، ده وصلني بقى كلام، وكمان عمر ربيع ياسين قال نفس الكلام، ان نادي الزمالك بيقترب من التعاقد مع احدى شركات الاتصالات الاماراتيه لرعاية الفريق 4 مواسم بعقد هو الأضخم في تاريخ نادي الزمالك. وده الخبر السعيد لجمهور نادي الزمالك، ان في شركة اتصالات كبيرة بيقولوا إماراتية وفي بيقولوا مصرية، ولكن بيقولوا في شركة إماراتية اتصالات، اعتقد شركة اتصالات الإماراتية، بيقولوا انها هي اللي هتكون الراعي لنادي الزمالك، سواء شركة يعني إماراتية انا هكون سعيد جدا. واكيد طبعا اللي جاي بالعقد ده الشركة المتحدة اللي هي ماسكة دلوقتي رعاية نادي الزمالك، فجابوا يعني شركة إماراتية ماشي، جابوا شركة مصرية انا ما عنديش مشكلة، ولكن الزمالك ان شاء الله بإذن الله في شركة اتصالات قوية جدا 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 بتقترب من نادي الزمالك، ودي قيمة ومقدار نادي الزمالك. تعال بقى ندخل على كهربا ونتكلم على كهربا، لان كهربا هو اخر موضوع معانا. ناس طلعت اتكلمت على غرامة كهربا، ان الاهلي هيضحك على الزمالك ويحط الفلوس في حساب ممدوح عباس عشان الزمالك ما يستفدش بالفلوس، والكلام اللي هم بيضحكوا بيه على القطيع ده. اولا من ضمن الاسباب اللي خلت الاهلي ما يعملش ميركاتو قوي هو ان الاهلي ما عندوش فلوس، والاهلي بيجمع ال 50 مليون جنيه بتوع الزمالك عشان هيدفعهم، هقول لكم امتى دلوقتي. فالاهلي بيجمع ال 50 مليون جنيه، عاوز يجمع ال 50 مليون، فمعوش فلوس يشتري صفقات، وده اللي اثر على الاهلي، وده دور المستشار مرتضى منصور ان هو ضحك على الاهلي، وان المستشار مرتضى منصور يعني مش عاوز اقول لكم كان هو السبب الرئيسي اللي الفلوس او الاهلي بيبقى ما فيهوش فلوس، ويقعدوا يدوروا على سداد الغرامه ويلهيهم تماما عن صفقات الانتقالات الصيفيه. طيب عايز برضو بقول لك ان كهربا لما الناس اللي بيطلعوا بيتكلموا دول بيضحكوا على جمهور الاهلي، وبيقول لك ان الفلوس هتتحط في الحساب الاسبوع اللي جاي، بالفعل الغرامة قربت تدفع، وبعد غلق باب القيد الكابتن الخطيب طبعا بيمارس ابداعاته وقال اني هيدفع الفلوس لنادي الزمالك بعد غلق باب القيد، وشفنا الزمالك كمية الصفقات اللي جابها بدون غرامة كهربا. فيعني اعتقد ان كابتن خطيب بيقول كلام مش صحيح، لان الزمالك بدون فلوس كهربا عمل ميركاتو ناري، فما بالك بقى لو كان معنا فلوس كهربا، ده احنا كنا جبنا بنزيمة. فالغرامة هتدفع الاسبوع الجاي، ولكن سألت احد
المصادر، وطبعا هم عاوزين كهرباء عشان يدفعوا الغرامه عشان القيد يترفع على طول. اول ما الغرامه هتدفع والزمالك يبعت للفيفا يقول له انا خدت فلوسي، الايقاف بتاع كهربا هيترفع ويشارك معاهم في الدوري وفي السوبر، وهم عاوزين كهربا يشارك في الدوري وفي السوبر. الفلوس هتدفع الاسبوع الجاي، انا ما عنديش مشكله والدنيا تمام، ولكن بيقولوا انها تتحط في الحساب بتاع اللي ممدوح عباس حاجز عليه. انا تواصلت مع احد المصادر الكبرى داخل نادي الزمالك واقسم لي ان فلوس كهربا هتدخل خزينه نادي الزمالك، واقسم لي ان المبلغ مش هيتحجز عليه ولا هيروح لممدوح عباس، لان الحساب ده ممكن يكون معلوش تعاملات، ما ينفعش ابعت لك رقم كبير زي ده بدون ما اخترك، حتى لو انا عارف ان انت عندك ايقاف قيد، ان انت عندك، لو انا حتى معايا بيانات الحسابات بتاعتك انا مش هبعت وخلاص، لان انت ممكن تكون قفلت حسابك، مش انت في البنك ممكن تكون عندك حساب اوريدي وما بتستخدموش فالبنك بيقفله، فما ينفعش الاهلي يبعت الا لما يخطر نادي الزمالك هبعت لك الفلوس على الحساب ده، نادي الزمالك يقول او لا. وده اللي البهوات التانيين مش قادرين يقولوه لجمهور الاهلي، ولكن هذا المصدر اللي انا تواصلت معه مصدر كبير جدا 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 داخل نادي الزمالك اقسم لي ان الفلوس داخله نادي الزمالك وداخله خزينه نادي الزمالك والزمالك هيستفيد بيها، ومفيش كل الكلام الهري والكذب اللي بيحصل ده. وكمان هذا المصدر قال لي ان كهربا اصلا النادي محجوز عليه من يوم 6 سبتمبر وعدى اكتر من 40 يوم، والاهلي لو كان عايز يحط الفلوس في الحساب ويتحجز عليه ما كان هيحط الفلوس، لان كده كده ما هتتحجز عليه ومش هنعرف نجيب صفقات. طب ما حطش يعني ليه ما حطتهاش الاهلي لغايه دلوقتي؟ بقى لك 40 يوم والغرامه عماله تزيد بسبب ارتفاع سعر الدولار. فاقتنعت، وهذا الكلام اقسم لكم بالله من مصدر قوي جدا داخل نادي الزمالك، ان فلوس كهربا كلها هتتحصل وتدخل الخزينه بتاعه نادي الزمالك، ولا في كذب ولا في الكلام التافه اللي هم بيقولوه، ولا امبي منع مصطفى شلبي عن الاهلي، الموضوع مصطفى شلبي مضى برغبه تامه وراح الزمالك بطيب خاطر وعاوز يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، كل الكلام ده اقسم لكم بالله كذب وليس له اساس من الصحة. وصلنا للنهاية، وسعدت جدا بيكم، وإن شاء الله بإذن الله دايما يعني نتقابل على خير وصحة وسعادة. وكمان كنت عايز أقول لكم إن يعني لو في سؤال إن مرتضى منصور يحافظ على الكنز، العنوان اللي أنا قايله في الأول، إن الكنز ده اللي هو فريرة البروفيسير مش شرط بيحافظ عليه عشان خاطر لو وصل له كلمه كده ولا كلمه كده بسبب كلام الكابتن جمال عبد الحميد، فبذكاء المستشار بيحتوي المدير الفني وعمل كده معاه وقفه ودعابه والكلام الجميل ده. خلونا اسلم عليكم وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحه وسعاده، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم، الف سلامه.